تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. إن الذي لم تعمده دموعه تعمد بماء فقط، إن الذي لم تعمده دموع التوبة حمام ماء راسه فقط، هكذا قال القديس سمعان اللاهوتي منذ أكثر من 1000 سنة. وكأنه يقول لنا اليوم أن معظم المسيحيين بقوا عند معمودية يوحنا، لأن يوحنا كان يعمد بالماء، أما معمودية يسوع فهي بالروح القدس. والذي عمدهم يوحنا كانوا يهود، والإنسان اللي بيتعمد فقط بالماء هذا بقي على عتاقته، بقي يهوديا بكل ما للكلمة من معنى. أولئك نالوا ماء على أبدانهم ولم ينالوا روحا قدوسا، لأنهم لم يتوبوا معترفين بخطاياهم ولم تعمدهم دموعهم. المعمودية عندنا نحن معشر المسيحيين هي عيد قيامة، لأن الإنسان المعمد من غطسه هيك بالماء بينزل لتحت يموت عن إنسانه القديم لكي يقوم إنسانا جديدا. معمودية يسوع التي أتانا بها في نهر الأردن هي بالضبط أن يسوع المسيح قد لبس عري آدم في جسده لكي يلبسنا حلة النعمة. هذه الجملة لاهوتية كبيرة بس لفسر لكم إياها ببساطة. آدم كان في الحضرة الإلهية فسقط، والسقوط تبع آدم هو عري بعيد أنت عن كل ما هو من عطية إلهية فيك. تغرب آدم، أخذ جسدا ساقطا، ولكن إلهنا نظر من فوق ورأى أن الأجساد تسير إلى الموت، وأن التراب يأكل الناس، وأن الناس يلتحفون بالحقارة وبالتراب، فقرر هذا الإله العظيم أن يتعرى، أن يتخذ جسدنا، أن يتخذ جسدنا بكامله في ضعفه، بجوع، بيعطش، بتألم، بنام، قرر أن يتخذ ضعف جسدنا ما عدا الخطيئة. والسبب في ذلك هو لكي يعيد إلينا ما قد فقدناه من لباس النعمة. من أجل هذا رأيناه طفلا في مغارة، الإله تجسد لكي يتأله الإنسان، ورأيناه في نهر الأردن أيضا وأيضا. إنما في حالة العري يغطس من يد عبد، من يد يوحنا يغطس تحت لكي يقوم صاعدا ومصعدا إيانا إلى السماء، لكي يلبسنا الحلة الأولى التي فقدناها بالخطيئة، وأصبح هو قريب وقريب جدا منا، لدرجة أنه قال لقد اقترب ملكوت السماوات توبوا. وكلمة اقتراب ملكوت السماوات لا يعني أن الملكوت بعيد، الملكوت جدا قريب، لأن الملكوت هو في داخلكم يقول الكتاب المقدس. ملكوت السماوات في داخلكم، ملكوت السماوات قريب. بس ليش عم يقول قد اقترب؟ إذن عم يكذب إطلاقا، ولكن الموضوع صار بإيدك أيها الإنسان وليس بيده هو. يعني إذا هالأيقونة موجودة هون وأنا من برا عم بنتظر تقترب إلي، ما رح تقترب، وهي شو بدي أعمل؟ إذا موجودة خلاص، دجا موجودة، شو فيها تقترب أكثر؟ ما فيها تقترب أكثر، ولكن لكي تقترب مني هذه الأيقونة أكثر لابد لي الآن بعد وجودها لهذه الأيقونة. لو ما كانت موجودة بنفهم، ولكن بعد وجودها لابد لي أن أقترب أنا منها، وفي اقتراب أنا منها أستطيع أن أتحد بها أيضا. وهذه هي النعمة الإلهية. النعمة الإلهية أنزلت على الناس مجانا في نهر الأردن، وأصبح دورك أنت أيها الإنسان أن تنفتح على النعمة لكي تأخذ ضياء النعمة، فحينها تصبح إنسانا معمدا بدموعك بالتوبة. معمودية يسوع التي عيدنا ونعيد لها هي سر حب، لأن المسيح إذ شاهد آدم في سقطته عريانا أتى بنفسه لابسا حلة آدم ليلبسنا في الأردن حلة لاهوته. هي تماما ذاك التنازل الإلهي لكي نرتفع. اسمعوني جيدا، معمودية يوحنا كانت بالماء، معمودية يسوع بالروح القدس. واللي بدي أقول لكم إيه، المعمودية بنسميها عيد الغطاس هلأ شعبيا، ولكن هي بالحقيقة عيد الظهور الإلهي. هو أن اللاهوت أي الثالوث الآب والابن والروح القدس ظهر ولأول مرة في التاريخ بشكل ظاهر
عمليا لك أيها الإنسان. فعندما ظهر الثالوث أله طبيعتنا وجعل منا أبناء متحولين إليه. فمن لم يتحول بعد إلى المسيح تحولا جذريا، الذي لم يلبس المسيح بالتوبة بعد كليا، الذي لا يعيش أسرار الكنيسة التي أسسها المسيح بظهوره من توبة واعتراف وإفخارستية وما إلى ذلك، فهو إنسان قد أغمض عينيه عن معرفة الإنجيل، ويكون قد تغطس فقط بماء مثل ما بتشوفوا بالأفلام ويفرجوكم أنه هذا ونزل ماء مسقعة وهديك ماء. بتقدر تضل هذه رمزية وتضل مسقعة بس، ولكن الحرارة الداخلية بتكون ما أتتك. أنهي لأقول لكم كلمة لا بد منها. ليس المهم أحبائي أن نكون مسجلين مسيحيين، ومش مهم أن نكون مغطسين بجر معمودية، ومش مهم أن نكون مزوجين كنسيا. كل الأمر أن تكون القلوب ممسوحة بنعمة الروح، وأن تكون قلوبنا منكسرة أمام الرب، متواضعة متطهرة غافرة حليمة صابرة محبة. حينها تكون المعمودية قد أتتنا ولم نفوت علينا فيها فرصة خلاصنا. ظهر المسيح في الأردن وعمد المسكونة لكي يطلقها إلى رحاب ملكوت السماوات. آمين.